بنواصل معاكم حلمنا اللي احنا نبقى صحاء، حلمنا نبقاش أسرى لأمراض أو إن حد يعلم عليك ويأثر عليك وتبقى أنت تحت إيده. ده شفتها في نماذج كتيرة وخصوصا بنات اللي كانوا بياخدوا الهيروين بياخدوا الشمة. وأعيد وأقول للمرة المليون، في 2009-2010 كانت الشمة بتاعت الهيروين ب 750 جنيه وتطلع ل 1000 جنيه، دلوقتي ب 100 و150 جنيه. إزاي؟ ده حرب، ده دمار، ده حد بيدعم عامل دعم ليها، هي والترامادول، هي والفودو، هي والستروكس، حاجات كتيرة قوي انتشرت. ازاي؟ عاوزين منعها، عاوزين نعمل لجان على الطريق للنوادي للجامعات للمدارس نمنعها. شوف شكوتنا، الاخت بتقول الحق اخويا متجوز ومراته حامل 26 سنة، المشكلة ايه حضرتك؟ كملي. الو، ايوه يا فندم، اهلا بيكي وتفضلي قولي. احنا ما بناخدش بيانات عشان السريه، بس قولي لنا. أيوة، ايه انا ام ياسين مع حضرتك. اتفضلي يا سيدي. حضرتك اخويا 26 سنه التامول تقريبا خارب حياته اساسا، فانا بس كل اللي عايزاه ان هو يتعالج منه. طب هو بيشتغل ايه؟ هو سواق. بياخد كام حبايه في اليوم يعني؟ اثنين ثلاثة مثلا، ولو قل منه حبه او بطله بيتعب. لا قولي الحقيقه، لانه اتنين تلاته دي مش تبقى مجال شكوى يعني، اكيد بياخد خمسه حضرتك سته. ما هو يعني هو اساسا هو تعبه. وهو تعبه ورحنا بيه المستشفى جنبنا هنا علشان هو يحجزوه او يعالجوه، مستشفى حكومه يعني، فقالوا لا هياخد علاج ويمشي. طب هو ايه اثار الدمار ايه اللي عليه يعني؟ ايه اللي خليكي تشتكي يعني؟ اشتكي ان هو اللي بيشتغل بيه بيجيب بيه برشام، مفيش مصاريف لبيته. يعني تقريبا مفيش دخل، كل شغله وعرقه كله على البرشام. بيعتدي على زوجته ولا حاجه يعني؟ في ملامح للعنف موجوده في البيت؟ اه طبعا، مشاكل على طول دايما، ابنه برضه على طول في مشاكل مع مراته وخناق، يمسك اي حاجه يكسرها. ده كل ده برضه بسبب مشاكل وقله الفلوس. يعني مفيش فلوس داخله. ده غير اصلا ان هو صحته ذات نفسها في النازل، مفيش يعني، ممكن طول النهار برشام وقهوه، مفيش لقمه، مفيش حاجه، على طول وشه خاسس تحت عينه. اي يعني هو خلاص اتدمر خالص، بقى شخصيه تانية. ده اسير، هو بقاله تقريبا 19 سنه، وهو من 19 يعني كان عنده 19 سنه وكان بياخد البرشام ده. سبع سنين في هذا المرض اللعين اللي اختي بتستغيث. سيتم الاتصال والتعاون مع صندوق مكافحه الادمان بكره الاحد الاثنين ان شاء الله، هنكلمك هنتصل بيكي، بس يبقى عنده رغبه في العلاج يتعالج. هو نفسه بدل ان هو جه معانا المستشفى وما قالش لا، بس يعني احنا كنا عايزينه يتحجز، فطبعا ما رضوش يحجزوه وسابوه. طب ممكن يدوله الكورس وهو في البيت، ولا هو ما عندوش الاراده لده يعني؟ احنا عايزينه ان هو، لان كذا مره ياخد علاج ويوم والتاني لا بيرجع له اكتر من الاول، مفيش تقدم خالص، هو في النازل على طول تعبان. انا عايز اخويا يتعالج. شكرا ليكم يا ياسين، ويا ياسين بتستغيث عشان اخوها. ابعتوا لنا شكاويكم والحكايات وفي كل اسماء والبنات اللي جات لنا، لكن تبقى في حاجات صعبه. هنرجعها ان شاء الله هذا الاسبوع، انتوا عارفين الاجازات، ونشوف كل اللي جالنا، كل اللي وصل لنا واللي احنا ردينا عليهم في الصفحه. بيتم التواصل مع صندوق مكافحه الادمان. نتمنى ان شاء الله اللي احنا نوصل لورا الامان ونقدم هذه الحكايات اهلنا وناسنا. لو انت بتشوفنا على قهوه قاعد مع مراتك، لو انت بتشال صنايعي، لو انت بتاخد حبوب، لو انت شاب، خلي عندك اراده وتعالج وتعافى مع نفسك. في فيك حكايات كتيره زي دي.